سالم علي شو باقي الطوبات غنوني ايش علي كونك بعد الف شرف استاذ يونس مو شو هذا انتم يعتبر مديريه لو قسم انتم قسم نساء قسم قسم الدائره العامه دائره العامه انتم قسم ونساء قسم كل من قسم مستقل يعني قسم مستقل احنا عندنا هيئه الحمايه الاجتماعيه بها ذات الحمايه الاجتماعيه اللي هي قسم الرجال خاصه مدير عام في بغداد وكذلك اداره الحمايه الاجتماعيه للمراه ايضا دائره وحدها مدير عام لكن ضمن هيئة واحدة ضمن الوزارة. وعندنا قسمين وقفلنا قسم سهنية أيضا للمرأة والرجل قسم واحد. شلون وضعكم هنا؟ والله الحمد لله دائرتكم عملها وبيانات مالها تساهم بتخفيف جزء ولو بسيط من كاهل المواطنين. أكيد. لا يدعي احنا ندعمها دعم كامل وسأوجهت انه الحمايات الموجودين راح نزيد اعدادهم فيها بما يؤمن حمايه الاداره ولو كنت زخم ما عندكم الحمد لله ما عندكم. لا الحمد لله لانه احنا لكن بنفس الوقت نحتاج اكيد نحتاج دائره وقياده الشرطه نينوى وهي دائره موجوده لفرض الامن وكذلك تقديم الخدمات للاخوان المواطنين فان شاء الله ندعم كل جهد يخدم المحافظه. بارك الله فيك.